سيد الوزير، نسائلكم عن الإجراءات التي تتخذونها بخصوص الثورة الرقمية وعن التداعيات السلبية للمؤثرين المغاربة ينشطون في شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشكل تهديدا لقيم أطفالنا وشبابنا وتدميرا للهوية المغربية من خلال نشر محتويات خادشة للحياة محرضة على العنف الجنسي وعلى تفتيت الأخلاق المتنافية مع قيم وأخلاق المغاربة. وأكثر من هذا السيد الوزير، أن هناك من يستغلون هذه المواقع للتسول بضعف المسنين وأحيانا بالأطفال في حالة إعاقة من أجل ربح المال. شكرا. جواب السيد الوزير. شكرا سيد نائب على هذا السؤال ذو الأهمية الخاصة والهامة. فعلا كنتفقوا جميع على وجود نوع من الفوضى داخل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وجود محتوى إما يكون زائف أو يمس بالحياة الخاصة للأفراد. وهنا يجب التذكير على أن للمواطنات والمواطنين وحتى للنواب والنائبات الحق للجوء للقضاء، حيث إن القانون الجنائي يعاقب على جميع أفعال مرتبطة بمحتويات منشورة خادشة للحياة ومحرضة على العنف الجنسي وغيرها من أفعال مرفوضة. وإلى جانب ما هو قانوني، فإن الوزارة كتشتغل على عدد من المبادرات التي كتهدف إلى نشر محتوى إيجابي في الإنترنت. مدى يعني كتعرف بأن هاتين ديال الإنترنت شحال ما كان محتوى وخدمنا عليه كلنا جميع كمؤسسات كطبع كقطاع الاتصال حتى كمجتمع مدني، إلا وأن المواطن المغربي غيولي عنده الحق في الاختيار حتى المنشورة او ما يطور في الـ في الـ في, الـ في الانترنت. في هذا الاطار الوزارة دارت مجموعة ديال المبادرات، تكلمنا على بالنسبة للهوية المغربية درنا عدد من البرامج منها علاش المغرب، وهي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات تبرز الغنى والتراث الثقافي المغربي، إضافة إلى برنامج نية وهو متحف رقمي يضم محتويات إنجاز الرياضية الوطنية، إضافة إلى عدد أخرى من المحتويات يتم نشرها بشكل يومي بالتعريف بالثقافة والتراث والهوية المغربية. مسؤولية بالطبع كيف ما قلت قبيلة هي مسؤولية مجتمعية، ونحن كذلك كنخدموا مع المجتمع المدني أو كندعموا المبادرات ديال المجتمع المدني. الوزير بطبيعة الحال حرية التعبير هو مبدأ دافع عليه حزب الاستقلال منذ تأسيسه، ونحن من هنا ننوه بجميع المؤثرين الذين ينشرون الوعي والفكر والثقافة الهادفة بالنسبة للمغاربة. لكن السيد الوزير، ما يمكنش المواطن هو اللي يقوم بدور الدولة، لا بد من تدخل الأمن بالنسبة للقضاء ومتدخل القانون. هناك فصول 502 من القانون الجنائي اللي تهضر على الفساد والتحريض دياله، هناك فصول 327 إلى 330 ولكن يهضر على التسول الأطفال ولكن ما تهضرش عن طريق المواقع الاجتماعية. ولهذا لا بد من تحصيل القانون.